قلبك جامد، قلبك جامد. انا عايز اوريك حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى، ولازم تقول اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى 28 رمضان، يعني ليله ختام القران بفضل الله سبحانه وتعالى. انا عايز اوريك الناس اللهم بارك، كله بيعمل خير، كله هنا بيعمل خير. اللهم بارك اللهم بارك. والحاجه هي منوره منوره وربنا اللهم بارك. وميدو اهو، ميدو ميدو ميدو، اجواء غير طبيعيه، اجواء جميله، الناس هنا كلها مبسوطه اللهم بارك. بصراحه مكه يعني راحه نفسيه. حبيبي كل سنه وانت طيب، ربنا يديك الصحه. الاجواء اللهم بارك. النهارده ليله 28 بفضل الله، اليوم النهارده يعني ختام القران. اللهم بارك اللهم بارك. الاجواء والروحانيات هنا في منتهى الجمال، ربنا يتقبل مننا جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. الناس كلها بتعمل خير، كل الناس بتعمل خير، يعني اللهم بارك اللهم بارك. الخير اللي موجود في مكه مش ممكن هتلاقيه في اي مكان في العالم، كل الناس بتعمل خير اللهم بارك. ربنا يا رب يكتر الخير، وربنا يبارك في مكه واهل مكه. وانا بشكرهم، وعارف ان النهارده ممكن كلهم ينزلوا ويصلوا في وسط المعتمرين، بس هم مديني المجال عشان خاطر كلنا نستمتع بفضل الله بالمكان اللي احنا فيه. بص الخير، بص اللهم بارك اللهم بارك. الشاب المحترم الجدع، الشاب الجدع المحترم المتطوع عشان خاطر يخدم ضيوف الرحمن، ربنا يخليك كل سنه وانت طيب. فرج كده شوف الخير اللهم بارك. الناس اهي اللهم بارك. النهارده كله هيفرق، هتفرقوا النهارده؟ في تفريق النهارده؟ قول لي في تفريق، في تفريق النهارده؟ اكيد ان شاء الله. يعني بفضل الله كله طالع النهارده لوجه الله. ربنا يبارك لكم، ربنا يديكم الصحه، ربنا يديكم الصحه وربنا يبارك لكم. اتفرج بقى شوف الخير اللهم بارك 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 اللهم بارك. الخير اللي موجود في مكه مش هتلاقيه في حته ثانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يبارك في مكه واهل مكه والناس اللي شغالين هنا في مكه، كله بيعمل خير. ليله 28 النهارده بفضل الله يعني ختام القران، يعني الناس كلها بتعمل خير. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. عايزك تشوف كده، تتمتع 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 تتمتع. اتفرج اتفرج وشوف، شوف 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 شوف. اللهم بارك. الناس كلها بتعمل خير، مفيش حد هنا ما بيعملش خير في مكة، كل الناس بتعمل خير. ميدو 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 ميدو. والحاجة منورين. ازيك يا حاج؟ اخبارك يا حاج؟ لسان طيب، ربنا يديك الصحة يا حاج. الحمد لله طيب. وانت طيب يا حاج، ربنا يبارك لك يا حاج. يعني شعور جميل جدا ان انت هنا. بص بص ماشي عمال يفرق لوجه الله الكريم. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. الناس كلها هنا بتعمل خير اللهم بارك. الناس قد ايه بتعمل خير اللهم بارك. يعني ساعه اذان المغرب بالظبط كله مع بعض بياكل بيشرب، حاجات كتير جدا يا اخي موجوده هنا. يعني اللهم لك الحمد، مش ممكن هتلاقيها في اي حته تانية. يعني حاجه جميله. بص اللهم بارك اللهم بارك. كله جايب شنط وكله محضر نفسه عشان خاطر يدي للناس ويفطروا. اللهم بارك اللهم بارك. ازاي حضرتك؟ اخبارك؟ عامل ايه؟ ربنا يديك الصحه. جزاك الله خير. ربنا يديك الصحه. ازيك يا حاج؟ اخبارك؟ الحمد لله. اللهم بارك يا حاج. بص الراجل ده بيعمل ايه؟ بص 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 ها بص. ربنا يجازيك خير، ربنا يجازيك خير. الله يزيدك الله يزيدك الله يزيدك، ربنا يجازيك خير. يعني مفيش احلى من كده. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يبارك في مكة وأهل مكة، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك يا رب، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، وربنا يزيدك، وربنا يبارك لك. اللهم صل على سيدنا محمد، كل الناس بتعمل خير، كله بيعمل خير. الخير، 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 الخير. الخير، الخير. كيفك يا أخي؟ كيفك؟ تمام؟ الحمد لله، الحمد لله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك
اللهم بارك، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على النبي. والله يا اخي انا بشكركم وبقول لك ربنا يبارك لكم، وشكرا ان احنا على تعبكم معانا، وانتم قمه الاحترام. ربنا يخليك، ربنا يخليك اخويا، كل سنه وانتم طيبين. يعني الاحساس اللي جوايا انا مش عارف اقوله. انا عايز اوريك الناس، بسم الله ما شاء الله. بص الناس قد ايه، كل الناس جايه من فج عميق، كل الناس جايه، كل واحد معاه حاجه بيطلعها، كل واحد عايز يعمل خير، محدش بيقول له ما بتعملش، اعمل، ادي، طلع. يعني حياة جميلة وأجواء غير طبيعية. اللي ما جاش السنة دي رمضان في مكة فاتوا كتير. الناس هنا كلها يعني على بقرة أبيها زي ما بيقولوا، كله متحضر. أنت يعني بسم الله ما شاء الله، أي واحد بيبقى عنده ميعاد مهم بيبقى مظبط نفسه فيه. لا انت النهارده بفضل الله ليله ختام القران، يعني نفسيا معنويا كل حاجه، المملكه عامله شغل جامد جدا. الله يبارك لهم وربنا يزيدهم، وربنا يبارك في البيت ده واهل البيت كمان. ربنا يبارك لكم، ربنا يكرمكم، وانا متشكر جدا، انا فرحان ان انا جيت المملكه. الاجواء جميله نفسيا معنويا، حاجات كتير جدا هنا، يعني انا مش قادر اوصفها لحضرتك. بس فعلا اللي ما جاش رمضان في مكة فاتوا كتير. يعني اللهم بارك. والله الناس كلها بتعمل خير، كله بيعمل خير هنا في مكة، كله بيعمل خير. النهاردة يوم الخير، وكل يوم في خير، كل يوم. ازي حضرتك؟ اخبارك؟ اطلع معاك. كل سنة طيب. ربنا يبارك لك. اطلع معاك كويس. ربنا يبارك له. حبيبي 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 حبيبي. ابنك في أحسن مكان في العالم. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك فيه ويحفظه لك. حبيبي. مرتب على طول. إن شاء الله. ربنا يديك الصحة. ازيك يا فندم؟ قدام بيحل الحلو. ربنا يخليك يا رب، يديك صحه طيب. ربنا يخليك وربنا يبارك لك والله يا حبيبي. حبيبي حبيبي، مملكه منوره بيك والله. ربنا يديك الصحه. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. ده انا زدني شرف والله يا اخويا. كل سنه وانت طيب. ربنا يديك الصحه حبيبي. ربنا يخليك. ربنا زدني شرف. ده انا زدني شرف والله يا اخويا. ربنا يبارك لك ويزيدك ويزيدكم يا رب. ازي حضرتك؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين يا رجاله. كل سنه وانتم طيب. كل سنه وانتم طيب. ربنا يخليك. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. الخير اللي موجود في مكة مش ممكن أتلاقيه في حد تاني. كل حاجة حلوة في مكة. ربنا يبارك وربنا يزيد وربنا. حتى المية الساقعة. كل حاجة في مكة. اللهم بارك. يا رب يا رب يديمها يا رب في مكة ويزيدها أكتر. اللهم آمين يا رب. ربنا يزيد ويبارك في كل الخير اللي موجود في مكة. كل سنة وانتم طيبين وربنا يكرمنا مع بعض. قلبك جامد؟ قلبك جامد؟ أنا عايز أوريك حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولازم تقول اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك. اتفرج ليلة 28 النهاردة، 28 رمضان، اللهم بارك، اللهم بارك. الناس كلها بتستعد عشان خاطر ختام القرآن. اللهم بارك، اللهم بارك في مكة وأهل مكة، اللهم بارك في كل الناس اللي موجودة. يا سلام يا سلام. اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إيه الجمال ده؟ بالله عليك حد شاف جمال زي كده؟ مش ممكن هتشوف الجمال ده غير في بلد بس، مكة 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 مكة. اللهم بارك، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده.